رجعنا لحضراتكم مره تانية، ودلوقتي بقى نروح نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومراسلنا العزيز محمد توفيق من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا توفيق صباح الخير عليك. ايه بتحب انت توفيق؟ توفيق صباح الفل عليك، سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، تحياتي ليكم ولكل مشاهدي ومتابعي 10 الصبح في الاهلي. اتفضل يا توفيق، عايزين نعرف منك كده اخر الاخبار، ولو كمان يا ريت تدينا زي صوره حيه كده للاجواء عندك في النادي، الاقبال، الاعمار اللي موجوده، هل في تدريبات مختلفه كمان في السباحه حاليا؟ خلينا نعرف منك كل حاجه، اتفضل. يعني يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، يعني في درجه حراره 35 درجه مئويه معاكم من فرع النادي الاهلي الرئيسي هنا بالجزيره، ويعني بالتحديد على حمام السباحه. يمكن الاجواء اكثر من رائعه داخل النادي، يمكن زي ما انتم شايفين احنا على حمام السباحه هنا، يمكن الاعضاء يعني زي ما بنقول هربوا من حراره الجو بنزول البسين، يمكن استغلوا فرصه ان تدريبات الفرق المختلفه بتبدا الساعه 5 الصبح وبتنتهي 9، فيمكن في فئه كبيره جدا من كبار السن موجودين في حمام السباحه. يمكن الصبح بدري شويه اول ما دخلنا النادي على 8 كده كان في عدد كبير برده جدا كبير في التراك، ملعب مختار التتش بيلفوا الملعب وبيمارسوا رياضه المشي، وبعد كده مع زيادة درجة الحرارة وسريان اليوم كان معظم الأعضاء هنا كانوا موجودين في حمام السباحة مع كامل الالتزام بالإجراءات الاحترازية. دي أجواءنا هنا داخل النادي الأهلي. وعن أخبارنا، يمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النهاردة طبعا أجازة بعد ما الفريق يعني يمكن استأنف تدريباته بالأمس بعد الفوز على الترجي 3-0 في إياب دور النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والوصول للمباراة النهائية. يمكن مستر بيتسو موسيماني أعطى اللاعبين النهاردة أجازة على أن يستأنف الفريق إن شاء الله تدريباته غدا الثلاثاء. الفريق هيتجمع الساعة 4 والتدريب هيكون في تمام الخامسة مساء، ده طبعا استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر ليها 9 مساء الخميس المقبل الاول من يوليو في اطار مباريات الاسبوع 27. وطبعا كقدر النادي الاهلي كالعاده يمكن بيخلص مضمار في مسابقه بيبدا تاني في مسابقه اخرى، لان النادي الاهلي دائما وابدا قدره هو اللعب على البطولات، وان شاء الله يتوج بالبطوله الافريقيه ويتوج بالدوري العام وكافه البطولات اللي يخشها الفتره الجايه. نروح بقى لاخبار النادي الاهلي، والحمد لله نعمه من عند ربنا الانتصارات اللي ما بتنتهيش، ولاعبنا مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي للسكواش والمصنف الثاني عشر عالميا، واللي فاز مساء امس ببطوله الابطال الدوليه للسكواش واللي كانت بتقام هنا في مصر في بالتحديد في مدينه السادس من اكتوبر بعد فوزه في المباراه النهائيه على المصنف الثاني عالميا محمد الشربجي بنتيجه 3-1. يمكن الشوط الاول كان قوي جدا بين اللاعبين، مصطفى كان قريب جدا من حسمه لكن في اللحظات الاخيره بيحسمه محمد الشربجي 14-12، ولكن يمكن مصطفى عسل بيعود عوده قويه جدا ويفوز بثلاث اشواط متتاليه بنتيجه 11-4 11-7 11-3. مش بس كده، يمكن كمان يعني مصطفى عسل مش اقصى المصنف السنه العالميه، لا ده في مشوار البطوله كمان يعني يمكن اخرج كتير من ابطال العالم، يمكن تغلب على بطل العالم والمصنف الاول عالميا علي فرج، وكمان المصنف الخامس عالميا مروان الشربجي، والمصنف الثالث عالميا طارق مؤمن. يا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات، وبنحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها، ويا رب دايما ربنا يديم علينا انتصارات وكل يوم بطوله في كافه الالعاب، دي نعمه ان شاء الله ربنا يديمها علينا وما يعطاهاش ابدا عننا. اخبار فرقنا، يمكن فرقه اليد أينسات ورجال استأنفوا استعداداتهم للموسم الجديد من اوائل الفرق اللي بدات بالفعل تدريباتهم. اللاعبين الدوليين بقى في كره اليد محمد عصام الطيار حارس المرمى وابراهيم المصري واحمد عادل ومحسن رمضان طاروا مساء السبت الماضي الى اسبانيا مع المنتخب القومي لكره اليد في اطار استعداداته لاولمبياد طوكيو ان شاء الله المقرر انطلاقها في اواخر يوليو القادم، يوليو القادم باذن الله. يمكن الفريق سافر في معسكر اعداد في اسبانيا لبطوله وديه بتضم منتخبات اسبانيا وكرواتيا بجانب مصر. اول مباراه في الدوره الوديه كانت بالامس ما بين اسبانيا وكرواتيا وانتهت بفوز اسبانيا 34-24. المباراه الاولى لمنتخب مصر النهارده ان شاء الله هتكون امام كرواتيا، والمباراه الثانيه ان شاء الله هتبقى امام اسبانيا غدا. يمكن الفريق بعد ما يخلص الدوره الوديه دي هتوجه لفرنسا وهيلعب مباراه دوليه اخرى مع فرنسا، وبعدها هيسافر لالمانيا برضه للمشاركه في دوره دوليه في المانيا، وبعدها هيعود للقاهره يعني لختام استعداداته ومن ثم السفر لطوكيو ان شاء الله. يعني نتمنى ان منتخب مصر يواصل نتائجه الجيده بعد نتائجه الهائله في بطوله العالم الاخيره اللي كانت بتقام في مصر هنا، وان شاء الله يتوج بميداليه اثناء اولمبياد طوكيو. مكملين في اخبارنا، وكمان يعني نروح لاخبارنا الاجتماعيه واخبار اعضاء النادي الاهلي.
يمكن اعلنت لجنه الطفل بالتعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه هنا بالنادي الاهلي عن تنظيم ندوه عن تعديل سلوك الاطفال بعنوان ابنك امانه. بيحاضر في الندوه دي الدكتوره نجلاء نادر اخصائي واستشاري تعديل السلوك. الندوة بإذن الله هتكون السادسة مساء السبت المقبل 3/7 بفرع مدينة نصر بالتحديد أمام الشاشة الكبرى. يمكن كمان يعني هيعقب الندوة ورشة عمل للأطفال من سن 5 سنوات لسن 10 سنوات، وهيكون قوام ورشة العمل 40 طفل. فإدارة العلاقات العامة هنا بالنادي الأهلي بتعلن لكافة الأعضاء من يريد أو يرغب الاشتراك أو اشتراك طفله في ورشة العمل يسابق بالاشتراك فيها. كعادة النادي الأهلي دايما عيلة واحدة، الأهلي يعني زي ما بيقولوا مجلس إدارة النادي الأهلي في برنامجه الانتخابي عائلة الأهلي. عائلة الأهلي بتضم جماهيره وأعضائه. النادي الأهلي هو مصدر الفرح والسعادة سواء لجماهيره بنتائجه وأعضائه بخدماته اللي بيقدمها، وكمان مصدر السعادة لمصر كلها باللاعبين اللي بيمدوا بهم كل المنتخبات القومية. دي كانت أجواءنا هنا وأخبارنا من داخل فرع النادي الأهلي بالجزيرة. الكلمة ليكم. يعني دي أجواء أكثر من رائعة بصراحة وأخبار كويسة، وأنا بضم صوتي لصوتك أكيد وكلنا يا توفيق. وفكرة إن إحنا يعني ربنا يديم علينا الانتصارات، وإن مش بس فكرة هنا فريق كرة القدم هو اللي بيفرحنا، لا ده إحنا عندنا بطولات كل يوم يعني في كل رياضات النادي الأهلي. فإن شاء الله خير، ولو قدرنا هنجيلك بقى النهاردة بعد الهوا بإذن الله لو أنت قاعد. شكرا ليك يا توفيق جدا.